السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. كشف وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام سعيد أن المملكة قررت أن الحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة. وأشار سعيد إلى أن توزيع حصص الحجاج بين الدول سيكون بنسبة 1:1000 من عدد السكان. وبين في تصريح لقناة العربية السعودية بثته الليلة الماضية أن ذلك يأتي مراعاة لعدم تمكنهم من أداء الفريضة خلال العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا. وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة أن المملكة لن تستثني أي دولة من أداء الحج، منوها أن قاعدتها ترحب بجميع المسلمين الراغبين في أداء المناسك من كل أقطار العالم وفقا للضوابط. ولفت أن توزيع حصص وأعداد الحجاج بين الدول يتم وفقا لمبدأ النسبة والتناسب، وذلك بنسبة 1:1000 من عدد السكان، وسيتم الاستمرار على ذات المبدأ في تحديد الحصص مع ضرورة استكمال الشروط الصحية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على تحديد هذه الحصص الدول المختلفة. ذكر أن وزارة الحج أعلنت أمس أنها قررت رفع عدد الحجاج موسم حج هذا العام إلى 1,000,000 حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية. وأوضحت الوزارة أن موسم حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة في وزارة الصحة.